حضرتك 3 أدوية موجودين وواحد مش موجود، ثواني اجيب لحضرتك الادويه وارجع لحضرتك تاني. مش يا دكتور. خش يا ستي عشان بس ما تقوليش اني مش سالعه عنك. وهي رجليا فتفجت من شويه. معلش بقى اعمل لك انت اللي طلعتي طريه. اهلا اهلا بالحلوين. ها ضاربين من المره دي؟ تحى ايه اللي جابك هنا؟ جاي ارقص هنا يا اختي، هكون جايه ليه؟ والله ما هو بعيد عنك يا اختي، يلا ارقصي. طب يا اختي طبلي لي وانا ارقص، لسانك طويل وعايز قطعه. ده انت اللي لسانك قطع، بس اعمل ايه؟ دمك خفيف مع انك كنت طايحه فينا زي الطول الهايج المره اللي فاتت. امال انا عايزين نعمل ايه بعد ما قعدتوا تلقحوا عليا؟ ما محبه الا بعد عداوه. بقول لك ايه؟ هي الكحله اللي انت حطها جوا عينيكي جامد دي عاملاها لنفسك؟ اصل كنت مكسوفه اسالك المره اللي فاتت. تعالي وانا اعملها لك. والنبي ده انت قمر جد. شايفه؟ شايفه الصحاب هتحط لي كحله مش بتلففني على كعب داير. قوامك بعتيني؟ ما انت يا اختي اللي قلتي لي لففيني، عايزه اشوف ماس اعمل ايه انا بقى. اهلا اهلا اشرقه الانوار، مين بقى اللي عورك المره دي يا شطر؟ ده انتوا بقى معروفين ومقفوشين قبل كده. معروفين ايه ومقفوشين ايه؟ دي كانت يعني عركه بسيطه كده راحت لحالها، لا يحمهم ويحرقهم. بص يا ست الكل، دول حساب 15 جنيه 3 أدوية موجودين واحد لا، وانا كاتب كل حاجه على علب الادويه والمواعيد ما عدا دواء واحد بس بيتاخد مره في اليوم والباقي كله 3 مرات. تسلم يا دكتور. شكرا. الف سلامه عليكي. الف سلامه عليكي. تقومي بالسلامه يا اختي. في الشهر كام بقى؟ لسانك عايز قطعه ما ربيتك؟ يلا ابقوا تعالجوا وتعالوا لي على السلم انا فاضيه. هنجيلك يا اختي بس لازم تحط لنا كحل احنا الاثنين. بقولك يا بت، ده انا مش هحط لك كحل، ده انا هحط لك شطه. شفتي شريره ازاي وتقولي لي صاحبتي؟ ماليش دعوه يا اختي، هتحط لي انا كحل. تأمره بايه يا عمرات بقى؟ اتفضلي ردي يا اختي.